القادة المتميزون هم الذين يعترفون بفضل الله عليهم وبفضل من ساعدهم للوصول لهذا المكان. مهارات القيادة أو leadership skills هي من أهم المهارات المطلوبة في العصر الحالي، وخاصة في القرن 21. فمهارة القيادة تعتبر من المهارات الأساسية اللي بيحتاجها أي شخص بيرغب أنه يكون مؤثر في الدائرة اللي بيشتغل فيها أو بيخدم فيها. وهناك في العالم من حولنا عدد كبير من القادة المؤثرين اللي ممكن أنه نتعلم منهم ومن خبراتهم. ولكن الدكتور مايكل يوسف مؤلف كتابنا لليوم بيركز في كتابه على أعظم قائد في التاريخ حتى نتعلم منه ومن أسلوبه الراقي والأنيق في القيادة. كتاب اليوم هو بعنوان أسلوب يسوع في القيادة للمؤلف الدكتور مايكل يوسف، اللي بيجمع إلى جانب تكريسه وولائه العميق للمسيح مقدرة علمية واختبارية بتأهله بالفعل حتى يقدم لنا هذا الكتاب الشامل والجامع للفكر الكتابي اللي بيتمركز المسيح فيه كقائد، هذا النموذج المبني على أساس الخدمة والاتضاع والبذل. الدكتور مايكل يوسف أيضا هو نائب الرئيس التنفيذي لمعهد هاجاي المتخصص في تدريب القيادات المتقدمة، ومؤلف لمجموعة كبيرة من الكتب تجاوز عددها 35 كتاب، وكتاب اليوم هو واحد من هاي المؤلفات اللي بشجعك عزيزي المشاهد على قراءته والاستفادة من المعلومات الموجودة فيه. بالطبع يعني ما حدا فينا ممكن أنه يضاهي أو يعادل الراعي الصالح الأصلي يسوع المسيح في قيادته، ولكن نستطيع أنه نتعلم من مثاله كيف نحافظ على رعيتنا بطريقة أفضل. والمؤلف واضح أنه بذل جهد كبير بدراسة وفحص كل اللي دونوا الإنجيل عن يسوع حتى يكشف إلنا أسلوب القيادة اللي صاغه يسوع وتبناه. في الجزء الأول من هذا الكتاب بيتحدث الكاتب عن بدايات القيادة، وبيأكد على أهمية وجود عاملين اثنين بيعتبرهم أساسيين لبداية أي قائد، وهم أولاً الحاجة إلى التأييد، اثنين الاعتراف بفضل الآخرين علينا. وهي الشروط بتنطبق على أي نوع من أنواع القيادة، في ميدان العمل التجاري أو في الكنيسة أو في البيت أو في أي مجال آخر. والكاتب بيأكد أنه كل قائد بيحتاج لتأييد ومساندة الآخرين إله. حتى يسوع نفسه كان لابد أنه يبرهن على هذا قبل ما يتبع أي شخص، ووضحت إلنا بشارة يوحنا أنه يسوع قدم مراراً وتكراراً عدة تأكيدات على صدق دعوته. يسوع اللي ما اكتفى فقط بعمل المعجزات المؤيدة إله، بل كان هناك من حوله مجموعة من التأييدات من الله الآب ومن يوحنا المعمدان والروح القدس والتلاميذ، بالإضافة للنبوات المذكورة بالعهد القديم. فإرسالية يسوع تأكدت قبل أن يبدأ يسوع في القيادة. ومن شروط بدايات القيادة أيضا كما ذكرت هو اعترافنا الشخصي بفضل الآخرين علينا، وهي ميزة للقيادة الجيدة إنها بتعترف بدور كل المساعدات اللي حصلت عليها بكل أمانة وإخلاص. عشان هيك القادة المتميزون هم الذين يعترفون بفضل الله عليهم وبفضل من ساعدهم للوصول لهذا المكان. في الجزء الثاني من هذا الكتاب بينتقل المؤلف للحديث عن مواصفات القائد، وبيحكي لنا مجموعة من الصفات واللي رح أذكرها بعد لحظة. هاي الصفات اللي بيحتاج إلها كل قائد بده يتمثل بالمسيح. فإذا كنت عزيزي المشاهد بدك توصل لدرجة الامتياز في تنمية قدراتك ومهاراتك القيادية، فبحسب رأي الكاتب عليك إنك تدقق النظر في يسوع المسيح أعظم قائد عاش على وجه الأرض. الصفة الأولى اللي بركز عليها الكاتب هي صفة الراعي، والراعي الصالح هو اللي بيهتم باحتياجات خرافه أولاً وقبل كل شيء، إلى الدرجة اللي بيكون فيها مستعد إنه يبذل نفسه وحياته لأجل هاي الاحتياجات. وبعدها بيأكد الكاتب على إنه القائد الحقيقي لازم يجمع بين صفتي الشجاعة واللطف في آن واحد. فأسلوب يسوع في القيادة بيتطلب الشجاعة، شجاعة قول الحق بمحبة ولطف. لذلك
القادة الحقيقيون يلتزمون بمواقفهم حسب مبادئ إيمانهم، سواء عاد هذا الموقف عليهم بالفائدة أم لا. فالشجاعة معناتها إنك تعمل الصواب مهما كانت العواقب. عزيزي المشاهد، هل أنت مهتم بتطوير مهاراتك في القيادة؟ هل بتحب تعرف أكثر عن صفات القائد الحقيقي؟ مثل ما ذكرت، بأكد الدكتور مايكل يوسف في هذا الكتاب أسلوب يسوع في القيادة على أهمية وجود صفات أساسية لكل قائد لحتى يكون على مثال القائد الحقيقي يسوع المسيح. فبالإضافة إلى صفة الراعي وصفتي الشجاعة واللطف، بيقترح الكاتب هاي الصفة الغريبة وبيحكي إنه على القائد عدم التقيد بالتقاليد إذا لزم الأمر. فأسلوب يسوع في القيادة بيضع الناس أولاً والتقاليد والنظم ثانياً، الاحتياجات الإنسانية أولاً والأعراف والعادات ثانياً، ملكوت الله أولاً وكل شيء آخر ثانياً. وهناك مقولة عجبتني لأحد الأشخاص في هذا الصدد، تحكي: لقد أحب يسوع الناس واستخدم الأشياء، ولكن القادة الدينيين للأسف أحبوا الأشياء واستخدموا الناس. ولكن الكاتب بشير لموضوع مهم أيضاً، وهو أنه تكون المحبة هي المقياس اللي يجيز كسر القواعد والتقاليد لمواجهة الحاجات الإنسانية. وبيأكد الكاتب على أهمية وجود صفة السخاء في العطاء وصفة الصدق وصفة الغفران في القائد الحقيقي. فالقائد الحقيقي سخي في إعطاء وقته وانتباهه واهتمامه لمن يتبعه، والقائد الحقيقي يقول الصدق دائماً وبكل محبة حتى الناس تثق بكلامه. وأيضاً القائد الحقيقي هو اللي بيغفر للآخرين زلاتهم. وبيأكد الكاتب بأن القدرة على الغفران هي علامة حقيقية للقائد المسيحي. ولكن بيأكد الكاتب أيضاً بأنه الغفران الحقيقي بيتطلب معونة إلهية، لأنه معظمنا بفضل الانتقام، أو على الأقل أنه نثبت حقنا وأنه إحنا على صواب. لذلك القادة الحقيقيون يستطيعوا أن يغفروا لأنهم قد سبق وأن نالوا الغفران. إذن فصفات القائد الناجح هي أنه يكون راعي صالح، وأنه يتحلى بالشجاعة واللطف، وأنه يكون عنده الجرأة لكسر الأعراف أو اللوائح بمحبة عند اللزوم، وأنه يكون سخي في العطاء، صادق وبيغفر للآخرين. وبعد الحديث عن صفات القائد، بينتقل الكاتب للحديث عن ثلاث أمور أساسية بتخص موضوع القيادة، وهي التجارب اللي بمر فيها القادة، والمشاكل اللي بتواجه القادة، وأخيراً بيختم الكتاب في موضوع مستقبل القيادة. وباختصار رح أشارككم فكر الكاتب فيما يتعلق بهاي الأفكار. فعن التجارب اللي بمر فيها القائد، بيشير الكاتب الدكتور مايكل يوسف إلى أنه القوة والذات والغضب هم من أهم التحديات اللي بتواجه القادة أثناء مسيرتهم. ففيما يخص موضوع القوة مثلاً، بيأكد الكاتب أنه القائد عنده مقدرة على توجيه الآخرين والتأثير عليهم بحكم عاملين أساسيين: قوة المركز، مركز القيادة، بالإضافة إلى قوة الشخصية. وهي العوامل بتحط القائد في تجربة استخدام القوة في المكان غير الصحيح، لكن يسوع علم غير ذلك تماماً. فبالنسبة ليسوع كان طريق السيادة هو طريق الخدمة، والطريق للعظمة بمر بإخلاء النفس وإنكار الذات، وإنه الطريق للمجد بيتطلب إنه نحمل الصليب كل يوم ونتبع يسوع. وبيوضح الدكتور مايكل يوسف أيضاً بأنه الكيفية اللي بتعمل فيها القيادة المستقيمة والصحيحة والنزيهة هي إنها بتستخدم القوة لمواجهة احتياجات الناس الآخرين وطاعة الله، ومش لخدمة احتياجاتها الشخصية أبداً. بيأكد الكاتب أيضاً بأنه الذات بتعتبر من أهم التجارب اللي بيمر فيها القائد أثناء رحلته. وهي قلما نشوف في القادة من حولنا أسلوب يسوع اللي بيتجرد من الذات. يسوع إجا بإرسالية الخادم ليعمل إرادة الآب، غير باحث لا عن أي شهرة ولا عن أي منصب. وهي هي القيادة الحقيقية، القيادة اللي بتحرص على الأداء الجيد للعمل وما بتهتم أبداً بأنه ينسب إلها هذا الفضل. لذلك فالقائد الحقيقي عنده ثقة بالنفس مصدرها يسوع، بتشعره بالأمان بقدر كافي بحيث يكون غير محتاج للتنافس مع أي شخص آخر. والتجربة الأخيرة اللي بيحكي عنها الكاتب هي الغضب، وبيأكد على وجود نوعين من الغضب: غضب صحي وغضب غير صحي. يمكن بين الحين والآخر بنمر بظروف بتخلينا نغضب،
وهذا أمر طبيعي، فإحنا بشر ومعرضين للغضب، والتحدي هو إنه نغضب بطريقة صحية. والطريقة الصحية هي زي ما عمل يسوع لما وجه غضبه على الآثام والشرور اللي كانت موجودة في الهيكل. عزيزي المشاهد، هل عندك مثل هاي التحديات في حياتك؟ هل بتحب تعرف أكثر شو هي أهم المشاكل اللي بتواجه القادة وكيف ممكن إنهم يتجاوزوها؟ في الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب أسلوب يسوع في القيادة، وبعد ما حكالنا الدكتور مايكل يوسف على أهم الصفات اللي لازم يتحلى فيها القائد وأهم التحديات اللي بتواجهه في مسيرته ورحلته في القيادة، بيشير الدكتور مايكل لأمر هام جدا واللي هو مشاكل القيادة، وبيذكر مجموعة من المشاكل اللي بتواجه القادة خلال مسيرتهم. وأول هاي المشاكل هو البحث عن التأييد. فمثل ما أشار الكاتب في بداية هذا الكتاب إلى أنه وجود التأييد هو شرط أساسي لبداية القيادة، بيأكد أيضا على أنه البحث عن التأييد هو مشكلة بتواجه القائد الحقيقي أيضا. فتكريسنا لله ما بيضمن لنا أبدا أنه رح نلقى التشجيع والدعم من أي مصادر بشرية، بل يعني على العكس، فكل ما كان عندنا رؤى وأحلام كبيرة بنضطر في بعض الأحيان أنه نكون بدون أي تأييد بشري على الإطلاق. وفي هاي الحالة بيشير الكاتب إلى أهمية التأكد من إرشاد الرب وإرادته وبأنك في الاتجاه الصحيح، وفي هاي الحالة ما رح تكون لحالك أبدا. فقائد حقيقي واحد بتأييد ومعونة من الله بيستطيع أنه يعمل عمل عظيم جدا. ومن المشاكل اللي بتواجه القادة أيضا هم ما يطلق عليهم الكاتب اسم المتشككون. وبوضح الكاتب أنه أسلوب يسوع في القيادة تميز بقدرته على التعامل مع تشكيلة متنوعة من الأمزجة والحالات ومع مستويات مختلفة من النضوج الروحي، وكانت قيادة يسوع كافية لكل هاي الحالات، بتداوي وبتصالح وبتعطي اليقين والرجاء. لذلك القادة الحقيقيون لا يتأثروا بالمتشككين، ولكن بيساعدوهم حتى يتحولوا لمصدقين ومؤمنين واثقين. المشكلة الأخيرة اللي بيحكي عنها الكاتب هي النقد، وبيأكد الكاتب بأنه ما في أي شخص منا ما رح يتعرض للنقد أو عنده حصانة ضد النقد، ولكن المشكلة أنه معظمنا بيعاني من كيفية تقبل النقد، وبتصير مواجهة النقد أمر صعب جدا، خاصة إذا قدم الناقد أسباب كافية ليبرر فيها نقده. ولكن الكاتب بيأكد أنه هناك ثلاث مراحل للاستجابة للنقد يجب على كل قائد حقيقي أنه يمر فيها. الاستجابة الأولى هي أنه ننصت، نصغي للنقد، فيمكن يكون المنتقد على حق، وهي هي الاستجابة الأولى. والاستجابة الثانية هي أنه نصحح أنفسنا بقدر المستطاع. أما الاستجابة الثالثة فهي أنه نجهز أنفسنا لمواجهة الانتقاد، حتى نستطيع أنه نبني أنفسنا ونقويها ضد هاي الهجمات والاتهامات. فلما تشعر بأنك بتستحق الانتقاد، تعلم منه. ولما يكون الانتقاد ظالم، اتذكر شخص واحد فقط كان كامل ومع هيك لم يفلت من الانتقاد. وفي ختام هذا الكتاب بيأكد الكاتب على أنه مستقبل القيادة هو بين إيدين القادة الحاليين. فالقائد الحقيقي هو اللي بيعد الآخرين حتى يتسلموا القيادة ويتابعوا المسيرة من خلال التشجيع المستمر والدعم المتواصل والصلاة لأجل هؤلاء الأشخاص، وبالتالي رح يستمر القائد بتحويل التابعين إلى قادة جدد. عزيزي المشاهد، إذا أنت قائد لمجموعة أو رعية أو بتحب أنك تكون قائد ومؤثر ضمن دائرة عملك أو خدمتك، بشجعك أنك تتعلم من حياة يسوع وأسلوبه في القيادة اللي رح يعطيك نموذج للقيادة الحقيقية والناجحة. وهذا الكتاب أسلوب يسوع في القيادة بيعتبر من أهم المراجع اللي ممكن تساعدك لبدء رحلتك في القيادة الناجحة.